البوز اليوم في البوز نحكيوا على حضور الفنان سلاح مصباح في بلاتو كليم الناس، وهو ينجم يحضر سلاح مصباح في بلاتو وتتعدى الحكايه ان ابيرسو. نبداو الحوار من الاول. ترى نور شيبة اللي كان نجاح كبير برشا في قطر تونسي وغنى بالتونسي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربي يهديك يا ولد. ميسيرش توا سامحني، انا كنت نسمع فيك في حاجه هذيه تجيني تقول لي انت بجاه ربي يا عم علي، بجاه ربي وقتاش نجي توا كلام هذايا. توا كلام هذا يا راجل، هشتك بشك نور شيبة قدام الاطليل اللي قدم فيها صلاح مصباح. يا راجل تقارن في اللي ما يتقارنش بهيش. هو صلاح مصباح بداها مع نور شيبة وكملها مع امين قارئ. واحد من اثنين، يا انت باش تتكلم وانا باش ندال وحراسي ونقول لك كي صحيح كما يعملوا الجماعه كل، يا انت باش تتكلم وانا ندال وحراسي زاد. لا انا ما طلبتش منك، لا انا ما طلبتش منك باش ندال وحراسك، واذا كان تحب توريني اللي سيتك فهلوي هيا هات نبداو من تو. ايوا تحب على الفهلويه تاخوها سيدي خويا، ما لا ما عنديش اعتراض. شكون راني استعملت كلمه معزه خاطر باش حشاكم، وان كان كلمه حشاكم في الحاله هذه ما عادش عندها، باش ما نقولش حاطين بهيم يجري معاهم. وشكون تقصد يطلع شي نور زاده؟ لا لا حاجك مساوي يا سي سلاح، بهيش حاجك مساوي. الشعب هذايا انتم يا معشر الاعلام لزيتوه ولا شاد الصف باش يتصور مع سيكو سيكو، شعب يتصور مع بهيم. والله يختلف لفتلك، هادي جا فيها الحق. تو احنا شعب نورمال في مخو، السيكو سيكو ولا اشهر من سلاح مصباح وينتفض عليه لطفي العماري وما يسكتش. كيفاش تقول هكا على البهيم؟ شنو هو معناها اعلام؟ احنا نحب ونسمع. علاش خدمت في البهيم السلبيه هذه؟ وهو اكثر حيوان خدام يتحمل واكثر انسان ساكت. انا نحكي على السيكو سيكو وحضارات كبيره تبنات على ظهر البهيم. لا انا نحكي على السيكو سيكو بالذات. اي شخصيه عاد وقتها ما عادش بهيم. ما شاء الله ما شاء الله، يعني شعار اللي حبيت نفسره ديمقراطي في امريكا حمار. اي ماله لطفي العماري ينتفض خاطر غاز الحمار، ما يطلع كان هو صاحب الحمار.